بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. كما ترون الآن أمامكم هذه الحجامة، الحجامة هذه في الحقيقة استعملناها لمرحلة بعد استعمال زيت الزيتون والعسل والقسط الهندي، وبعد استعمال مرحلة السلامكي. لكن يجب على الحجامة أن تكون منظمة وتكون صحية لكي يستفيد منها المريض وليس العكس. لذلك عندما نضع الكأس في المرة الأولى ثم نزيل الكأس نستعمل التعقيم، نستعمل هذا ماء الأكسجين لتنظيف المكان قبل التشريط، نستعمل تعقيم المكان قبل التشريط، ثم نقوم بالتشريط، ثم نضع الكؤوس. وبعدما ننتهي من الحجامة ونزيل الكؤوس نقوم بالتعقيم بالمعقم المعروف، هذا بإتراديمين، هذا معروف، هذا يستعمل بعد ما نزيل الكؤوس تماما. التعقيم الأول يكون بماذا؟ يكون قبل عملية التشفيط بهذا لتعقيم الجلد والمكان، ثم بعده لما نقوم بالتشريط ونضع الكؤوس وننتهي من مرحلة الحجامة نقوم بالتعقيم بهذا المحلول بتيدرامين، هذا التعقيم الأخير. فيجب علينا أن نحافظ على صحة المريض، وهذا أيضا نستعمله لتعقيم السرير. هذا نقوم به لتعقيم المكان، تعقيم السرير، هذا السرير نقوم بتعقيمه، ثم بعدما نقوم بتعقيمه نضع هذه القطعة الملفوفة أيضا، وبعدما نزيل أو بعدما ننتهي من الحجامة نتخلص من هذه الأوراق والكؤوس لكي نحافظ على صحة المريض. فلما يأتينا المريض يحتاج إلى صحة ويحتاج إلى حجامة تنفعه وليس العكس، نستعمل له الحجامة لكي تضره. فإذا لم يكن هناك تعقيم فهذه مش مشكلة، هذه مصيبة من المصائب. فلذلك نطلب ونتوجه إلى من أراد أن يختص في الحجامة ويفعل الحجامة أن يدرس عن طريق الدورات العلمية ويبحث في اليوتيوب، هناك دكاترة مختصين في مجال الحجامة وعندهم نصائح ووصايا في هذا الباب لكي نتقن العمل ونحافظ على صحة المرضى. بارك الله فيكم وحفظكم ورعاكم. انت استعملت الحجامة المرة الأولى؟ نعم استعملت وتحسنت لباس الحمد لله، حسيت بالراحة الحمد لله. والحجامة كي رانا نديروا لك التشفيط لباس ما تحس به؟ الحمد لله، إن شاء الله ربي يجيبك الشفاء إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.